رؤية 18. بعدين بعد ده شفت ملاك تاني نازل من السماء ليه سلطان عظيم، واتنورت الارض من القبهة بتاعته، وصرخ بشدة بصوت عظيم وهو بيقول: وقعت بابل العظيمة، وبقت سكن لشياطين، ومحرس لكل روح نجس، ومحرس لكل طائر نجس ومكروه، لانه من خمر غضب زناها شربت كل الشعوب، وملوك الارض زنوا معاها، وتجار الارض استغنوا من وفرة نعيمها. بعدين سمعت صوت تاني من السماء بيقول: اخرجوا منها يا شعبي، عشان ما تشتركوش في خطاياها، وعشان ما تاخدوش من ضرباتها، لان خطاياها لحقت السماء، وافتكر الله خطاياها، جازوها زي ما هي كمان جازتكو، وضعفوا لها ضعف على حسب اعمالها، في الكاس اللي مزجت فيها امزجوا لها ضعف، على قد ما ادت نفسها مجد واتنعمت، على قد كده ادوها عذاب وحزن، لانها بتقول في قلبها: انا قاعدة ملكة ومش ارملة ومش هشوف حزن. عشان خاطر كده في يوم واحد هتيجي ضربتها موت وحزن وجوع، وتتحرق بالنار، لان رب الاله اللي يحكم عليها جامد، وحيعيط وينوح عليها ملوك الارض اللي زنوا واتنعموا معاها لما يشوفوا دخان حرقها، واقفين من بعيد بسبب خوف عذابها، وهم بيقولوا: يا ويل يا ويل المدينة العظيمة بابل، المدينة الجامدة، لانه في ساعة واحدة جه الحكم عليكي. وحيعيط تجار الارض وينوحوا عليها، لان بضايعهم محدش يشتريها بعد كده، بضايع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والكتان الناعم والارجوان والحرير والقرمز وكل عود خشب معطر وكل اناء من العاج وكل اناء من اغلى الخشب والنحاس والحديد والمرمر وقرفة وبخور وطيب ولبان وخمر وزيت ودقيق ناعم وقمح وبهايم وغنم وخيل ومركبات واجسام ونفوس الناس. وراح عنك جاني شهوة نفسك، وراح عنك كل اللي هو مشحم وقبها، ومش هتلاقيه بعد كده. تجار الحاجات دي اللي استغنوا منها هيقفوا من بعيد بسبب خوف عذابها، يعيطوا وينوحوا ويقولوا: يا ويل يا ويل المدينة العظيمة اللي لابسة كتان ناعم وارجوان وقرمز، واللي متحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ، لانه في ساعة واحدة خرب غنى زي ده، وكل ربان وكل جماعة في السفن والملاحين وكل عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا لما شافوا دخان حرقها، وهم بيقولوا: انهي مدينة زي المدينة العظيمة؟ ورموا تراب على رأسهم وصرخوا هم بيعيطوا وينوحوا ويقولوا: يا ويل يا ويل المدينة العظيمة اللي فيها استغنى كل اللي ليهم سفن في البحر من حاجاتها الغالية، لانها في ساعة واحدة خربت. افرحي فيها يا سما والرسل القديسين والانبياء، لان الرب حكم عليها بالحكم بتاعكم. ورفع ملاك واحد جامد حجر زي رحايا عظيمة ورماه في البحر وهو بيقول: بالشكل ده بزق هتترمي بابل المدينة العظيمة، ومش هتتلاقى بعد كده. وصوت اللي بيضربوا بالقيصارة والمغنيين واللي بيزمروا واللي بينفخوا بالبوق مش هيتسمع فيكي بعد كده، وكل صنايعي بتاع اي صناعة مش هيتلاقى فيكي بعد كده، وصوت رحايا مش هيتسمع فيكي بعد كده، ونور فانوس مش هينور فيكي بعد كده، وصوت عريس وعروسة مش هيتسمع فيكي بعد كده، لان تجارك كانوا عظم الارض، لانك بسحرك توهتي كل الشعوب، وفيها تلاقى دم انبياء وقديسين وكل اللي اتقتل على الارض.